سوف نتعرف على طريقة كيفية حل مشكلة تيليجرام لا يتصل. نقوم بضغط على ضبط الإعدادات، ثم سوف نقوم بضغط على تطبيقات، بعد سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط على تيليجرام خاص بكم، ثم سوف نقوم بضغط على إيقاف الإجباري، سوف نقوم بضغط على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط على مكان التخزين، بعد سوف نقوم بالضغط على مسح تخزين مؤقت، ثم سوف نقوم بإيقاف عادة تشغيل واي فاي خاص بكم، بعد سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن تيليجرام خاص بكم، سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم تيليجرام. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.